حدثنا ابو الوليد حدثنا شعبه عن ابي اسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه يقول نزلت هذه الايه فينا كانت الانصار اذا حجوا فجاءوا لم يدخلوا من قبل ابواب بيوتهم ولكن من ظهورها فجاء رجل من الانصار فدخل من قبل بابه فكانه عير بذلك فنزلت وليس البر بان تاتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى واتوا البيوت من ابوابها